يا تساءلون عند بيت عظيم الذي يقيم مسلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. في أجواء روحانية يميزها قراءة القرآن جماعة وجهرا من عصر الجمعة إلى فجر السبت والاستفادة من الدروس الفقهية، يحيي ساكنة الهجرة الوعد السنوي للولي الصالح سيدي مولاي عبد الله الهباوي بقرية دغمولي. نخلد ذكرى شيخنا سيدنا مولاي عبد الله، نخلده بهذه الذكرى، نحتفل به بالقرآن العظيم، بختم القرآن، بإطعام الطعام. الزيارة تقام فيها عدة أنشطة، من أنشطة ثقافية وأنشطة كالفولكلور كمثلا البارود وإصارة وغيرها من الفولكلورات. الإيواء والإطعام والتنظيم تشرف عليه كل من عائلة أبودة وكريم منذ بداية الوعد سنة 1921. زوج عائلات، آل الكريم وآل بودا، المشرفين على الإقامة عليها، ولكن الناس الحمد لله على المجتمع الجميع معاونين كلها حسب شو موجود الناس. وثانيا يجوا الوفود من أدران، من صالح، من الجزائر العاصمة، من نجان، من نيجر، هنا أمي قبائل هكر جميعا يجتمعوا في هالشيء. الوعدة تتخللها أنشطة فولكلورية متنوعة يستمتع بها زوار القرية في كل سنة. أنا في أجواء دغمولي الزيارة هذه كل عام نديروها مريقلة، فيها الناس، فيها الغاشي، كل واحد يجي من بلاد، والحمد لله على كل حال هذاك هو الأحباب والمعارف والأقارب. وعدة زيارة لنا في دغمولي، جينا زرنا، ربي يبارك ما شاء الله ما شاء الله، فهمتني؟ ما شاء الله هاك تشوف الخير، ربي يبارك، المدينة مضيافة. هذا وتختتم الوعدة بتجمع الزوار في صعيد واحد، يؤدون صلاة المغرب جماعة ويتضرعون إلى الله بمختلف الأدعية للبلاد والعباد ونصرة الإسلام والمسلمين في مختلف بقاع العالم.